مثل ما حكينا ومثل ما سربت بالفيديو الماضي عن شكل سكن جالكسي البنت، هذا هو اللي حيكون شكل السكن يا شباب، مطابق جدا للسكن اللي انا سربته من فترة بفيديوهات سابقة. هذا هو الشكل النظامي للسكن مثل مظاهر امامك، هذا هو الصورة الاساسية من موقع ايبك جيمز. هلا بهذا الفيديو يا شباب رح احكي لكم كتير اشياء، اهمها كيف تشارك بهي البطولة وكيف تربح السكن وكيف تربح لون الاسلحة والسيرفرات وتوب قديش لازم تضل وشو نظام البوينت وشو رح جاوبك على كل شيء بهذا الفيديو بالنسبة للسكن جالكسي البنت، كيف تحصلوا عن كل شيء. ما رح اتركك بهذا الفيديو غير فهمان كل شيء ان شاء الله. فاذا انت اول مرة عندك شايف الفيديو على القناة يا ريت تشترك تفعل زر الجرس ولايك وسبسكرايب والقصص الحلوة وكومنت برأيك، ويلا مع بعض. فهلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. من فترة انا نزلت فيديو عندي بالقناة حكيت فيه عن شكل سكين بنت الجالكسي وتسريبه، فعليا طلع شبهه جدا. ها هي الصورة اللي ظاهرة امامكم يا شباب، هاي الصورة باسم جالكسي كاب فورتنايت للسيرفرات كلياتها، هاي نزلت على ايبك جيمز الموقع الرسمي الخاص بفورتنايت. مثل مظاهر امامك هذا هو شكل السكين اللي حيكون، وفي كمان شكل لون اسلحة مثل مظاهر امامك كمان رح نربح هذا الشيء بجالكسي كاب. انا هلا رح احكي لك بالنسبة لبطولة الجالكسي كاب وكيف تشارك فيها. هلا بالنسبة للبطولة يا شباب، البطولة اللي حتبلش يوم 25 و26 بشهر 7، يعني بعد 5 ايام من تصوير هذا الفيديو، رح تكون باسم جالكسي كاب. رح اقول لك عن كل شيء محتاج تعرفه. اول شيء شركه ايبك جيمز نزلت على موقع الرسمي انه اي موبايل سامسونج يقدر يشغل لعبه فورتنايت، طالما موبايلك بيقدر يشغل اللعبه يعني رح تقدر تشارك بالبطوله، يعني ما حتقتصر باجهزه الجالكسي مثلا نوع معين اس جالكسي اي 7 هدول انواع، هي ما حتقتصر على اي نوع، اي نوع جالكسي اندرويد بيشغل لعبه فورتنايت مبروك عليك، هيك انت بتقدر تشارك بالبطولة. هلا كيف رح اقول لك تقدر تجيب السكين وكيف تقدر تجيب لون الاسلحة اللي هو باسم الجالكسي او المجرة هيك سموه بايبك جيمز. هلا بالنسبة يا شباب للسيرفر الاوروبي لازم تضل افضل 10,000 لاعب، يعني لازم تضل عم تلعب. وقبل ما اقول لك على افضل مراكز وهيك، خليك تعرف انه انت البطولة نظامها مثل السولو كاش كاب، يعني على القتلة بتاخذ مثلا بوينت او 2 بوينت هالقصص هي، وعلى الكل بتاخذ كذا قصة. انا رح اقول لك انا هلا بالتفصيل، بالنسبة للفيكتور رويال بتاخذ 10 بوينت، وبالنسبة من التوب 2 لتوب 5 بتاخذ 7 بوينت، ومن التوب 6 للتوب 15 بتاخذ 5 بوينت، ومن التوب 16 للتوب 25 بتاخذ 3 بوينت، وعلى كل قتلة بتاخذ بوينت. هيك انا شرحت لك بالنسبة للبوينت. هلا انا رح اقول لك بالنسبة للتوبات الافضل لحتى انت تقدر تجيب السكن مجانا. ولمعلومكم السكن رح ينزل بالايتم شوب بعد فترة، يعني رح ينزل السكن لون الاسلحة بالايتم شوب، فهذا الشيء ما رح يكون حصري للاسف، بس انت بتوفر ثمن سكن حلو وممتاز جدا كشكل وكبنت، انه هيك رفيع باللعبة وبيساعدك جدا باللعب، رح تاخده مجانا لو انت كسبت البطولة او اسمك شاركت ببطولة. خلينا هلا احكي لكم بالنسبة للتوب. هلا لما تكون بالسيرفر الاوروبي لازم تكون توب 10,000، يعني تضل ضمن افضل 10,000 لاعب لحتى تقدر تاخد السكين. بالنسبة للاميركي اللي هو الويست والايست، بالنسبة للايست لازم تضل توب 7500، بالنسبة للويست الاميركي لازم تضل 2500، توب 2500. بالنسبة للبرازيل لازم تضل 2500، وبالنسبة لآسيا لازم تضل 1250، أفضل 1250 لاعب. وبالنسبة للميدل إيست اللي هو الشرق الأوسط اللي تقريبا معظم الناس اللي عم تشوف هذا الفيديو منه، لازم تضل 1250، لازم تضل من أفضل 1250 لاعب، يعني بدك تعرق الصراحة لتقدر تاخد السكين. أما هلا بالنسبة لجالكسي وورب اللي هو بالنسبة للون اللي ظاهر أمامك، كل الناس رح تقدر تحصل على هذا الشيء لو أنت عندك اللعبة على جالكسي. كل عليك انك انت تفوت تلعب اي جيم، تلعب 5 ايام يعني بشكل عام، وهيك انت بتجيب 5 بوينت. كل ما تلعب جيم او تحاول تجيب توب كذا مثلا، المهم انك انت تجيب 5 بوينت. مجرد ما انك انت تجيب 5 نقاط باي جيم كان، هيك انت مبروك عليك اللون تبع الاسلحة مجانا بدون ما تربح البطولة وبدون ما تعمل اي شيء. هذا هو بالنسبة للون الخاص بتبع جالكسي. هيك احنا بنكون حكينا على سكين جالكسي كيف تجيبه وكيف تشارك بالبطولة. هلا بالنسبة للمشاركة البطولة، يمكن انا ما قلت لكم لازم انكم انتم تفوتوا على اللعبة وتفعلوا خاصية الـ 2FA. شو هي الـ 2FA يا شباب؟ انك انت تكون عامل الايميل تبعك، لما تدخل عليه على ايبك جيمز بيبعتوا لك ايميل او بيبعتوا لك رقم سري على الايميل، بتقدر تدخل على الايميل لحتى تعملها. معظم الناس بتعرفها، ولو انت بدك تعرف كيف تساوي الـ 2FA، كل هيك انك انت تفوت على اليوتيوب تعمل 2FA او طريقة تفعيل الـ 2FA، هيك انت بتكون خلصت الموضوع. وكذا واحد على اليوتيوب جزاهم الله خير بيشرحوا هذا الموضوع،
فشوفوا انتم الموضوع واعرفوا القصة، سهلة جدا بالنسبة للتو اف اي. هيك انا بكون شرحت لكم كل شيء عن السكين وكيف تجيبه، وانه هو رح ينزل بالايتم شوب. يا شباب هذا ما رح يكون مجرد حصري، هذا رح ينزل بالايتم شوب، ما رح يضل حصري بس لاجهزة الجالكسي او للجالكسي كاب، رح ينزل بالايتم شوب بعد البطولة مباشرة، او ممكن يتأخر فترة بعد التحديث 13.30 ممكن، يعني هو هيك هيك البطولة بعد التحديث 13.30 اللي هو قادم معنا يوم 21 تقريبا. فشكرا لك، اذا حتكمل المقطع الاخر رح اترككم مع جيم بلاي، وبتمنى تكون استمتعت بهالمعلومات واستفدت، واكتب لي تحت بالتعليقات شو رايك بها القصة هاي، وشو رأيك بالفيديو يعني بشكل عام، بس اكتب لنا تعليقات للدعم يعني مو اكتر من هيك، ولايك وسبسكرايب على القصص الحلوة، كل الدعم بالآيتم شوب نيمو 9 وبرعاية الله. هلا خد المكس بقى، لو تعرف تعمل لي ريفايف خد المكس، خد المكس وفكك. ايه بيل 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 وراك وراك، عاش عليك يا دميت. زوم قرب اربع زوم، خليه 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 يلا زوم بطيء. خد المكس والدوري. والله والله وقف قلبي اقسم بالله. خد خد التليفون، عطني شوية مات لو معاك يعني. سمعت يا خا كل ده وانا ما اخدتش الكومبا. فين يا دميل؟ ثانية اجيب الكومبا. تعال بس ما بدك يا اخي، تعال ليش عم تروح؟ فين عيال هبيد الكلاب؟ طب هما بيرموا ايه؟ بيرموا كنابل دي. شفتهم؟ مش ورانا يا عم، متمن على ايه؟ طب حدد لي بالله عشان كده. تعال هنا هنا يا قلبي. حد بالميه وان شوت وان شوت وان شوت. معك طلق ار بي جي؟ وان شوت وان شوت. Thank you.